السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع سورة المائدة، ومن الآية رقم 51 إلى الآية 66، وإحنا ابتداء كل حلقة بناخد 3-4 دقايق دردشة معاكم. النهاردة موضوع الدردشة: إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان ربنا معاك ما يهمكش الدنيا كلها والله، سواء فرد أو جماعة أو دولة بحالها. إذا كان ربنا معاكم هتنتصروا، ولا يمكن تكون في هزيمة أبدا. طيب إزاي يكون ربنا معايا؟ كل العبادات محددة الوقت، العشاء لها وقت، المغرب له وقت، الفجر له وقت، الظهر وهكذا، الزكاة لها وقت كل عام، الصيام في رمضان له وقت، كل شيء في العبادات له وقت إلا حاجة واحدة بس، ذكر الله. ذكر الله ده 24 ساعة متواصلة، ربنا ما سابلكش أي فرصة أبدا إنك ما تذكرهوش أبدا. ربنا بيقول فاذكروني أذكركم. يا سلام، سبحان الله العظيم. وبيقول واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. شوف الوقت. ويقول لك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. ولذكر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر ده باستمرار يقول لك إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بيقول فإذا قضيت الصلاة، صليتوا؟ صلينا يا رب. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وكبره تكبيرا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها ومن آناء الليل. شوف، فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبحه وأدبار السجود. سجد، سبح، انتهت الصلاة سبح. الذكر ده لا عايز قبلة ولا عايز وقت ولا عايز طهارة، بدون وضوء وفي كل الاتجاهات، وانت نازل الاتوبيس وانت قاعد وانت راكب، دايما اذكر ربنا دائما وابدا. والله تلاقي الخير كتير جدا في بيتك، في كفرد وكجماعة ودولة. لو الدولة والله مع الله تلاقي الخير كتير 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 جدا جدا جدا. انما احنا علامة المنافق ايه بقى؟ يقول لك فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. وقال برضو ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ربنا يعين له شيطان يبقى معاه، فرد او اسره او جماعه او دوله. شوف، استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان. عمل ايه بقى؟ فانساهم ذكر الله. يراؤون الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله. الله ده بيذكروا الله، بس بيذكروا ازاي؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا.
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، حتى اللي بيعمل فاحشة باب التوبة مفتوح والله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إن شاء الله إذا كان في اتصالات ناخدها. معنا الأستاذة وفاء، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ يا وفاء ازاي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بيك يا وفاء، ازيك يا فندم؟ تمام الحمد لله. اتفضلي من الآية 51، يا أيها الذين آمنوا. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. علم الناس يا وفاء، ممتاز والله، 10/10، بشكرك. احنا معانا خط واحد، الاخ زارع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، ازيك يا زارع؟ ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك، وحشنا. الله يكرمك، ربنا يخليك. اتفضل قول لي. فترى الذين في قلوبهم مرض. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. اولا اسمعني بس، على اسمع يا زارع. ويصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. أولا أنت بتقول الصاد شبيهة بالسين، فتصبحوا فتصبحوا، وبعدين الراء بتاعت يسارعون أنت بتضمها أو بتخليها شبه مضمومة، يسارعون يساري، الراء مكسورة هنا، يسارعون فيها. أنت استنى بس لما اصبر عليها شوي. وبعدين ما قلتش فعسى الله، فعسى الله. بشكرك يا زارع. الست أم حبيبة، سلام عليكم يا ست أم حبيبة. سلام عليكم يا ست أم حبيبة، يا خالتي ام حبيبه. طب شوف لنا خديجه. سلام عليكم يا استاذ خديجه. السلام عليكم يا شيخنا. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي قولي. ويقول الذين امنوا. ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا جهادا اي جهدا جهد ايمانهم. اشكرك جدا، بس خدي بالك ده في همزه هنا انت ما قلتهاش. انت بتقول كل الذين امنوا هؤلاء، هؤلاء الهمزه دي سقطت منك، وبعدين دي جهدا جهد ايمانهم. بشكرك. الاستاذه حبيبه، السلام عليكم. حبيبة عم الشيخ، ازاي حضرتك؟ ام حبيبة، ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. اتفضل يا فندم. اقرأ من اول فين يا عم الشيخ؟ ويقول الذين امنوا. آية 53. 53. ايوة. يقول الذين امنوا. ايوة 53 يا حاجة، هي الآية وبعدين الرقم، مش الرقم وبعدين. يا أيها الذين. ويقول الذين آمنوا. الآية وبعدين الرقم، مش الرقم وبعدين الآية، خدوا بالكم.
اقول الايه، لو افتح المصحف اقول بسم الله الرحمن الرحيم رقم ايه، رقم واحد الحمد لله رب العالمين، رقم اثنين دي يعني انا هقرا ويقول الذين امنوا 53 53. لا دي انت هتعطلين يا حبيبه ولا ام حبيبه. فياتي الله من اول، فسوف ياتي، انا هقول الايه من اول من اولها خالص يا عم الشيخ مش شايفاه يا حاجه. ويقول الذين دور عليه وبعد تتصل بيا بعدين. بس الاتصالات كده مش هتنفع كده، خط واحد مش هينفع. الأستاذة هبة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا هبة. اهلا بحضرتك يا حضرة الشيخ. ربنا يخليك يا فندم. قولي لي بقى الآية 53 ويقول الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هاي 10/10 ما شاء الله عليك، يبقى اتصل بيا يا هدى يا هبة دايما ما شاء الله عليك. كده البرنامج بتاعي بيسقط، ما اقدرش على كده، في جمهور كتير جدا بينتظر البرنامج ده، انما كل دقيقتين هتقول لي بتاع كده ما ينفعش. معانا مين؟ ست ام احمد. السلام عليكم يا ست ام احمد. اي السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا فندم، اتفضلي يا فندم. الحاج امال مع حضرتك يا شيخ. اهلا بيك، اتفضل. الو، انا معاك يا فندم، اتفضل. الحاجه امال مع حضرتك. اهلا يا حاجه، اتفضلي يا امال. حاضر حاضر يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اقول من اول ويقول الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا، الايه 54 هتاخدي على عيني. حاضر، هتاخدي منها جزء. يا ايها الذين امنوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. علم الناس، واسع عليم، علم الناس، ممتازة والله، 10/10. الأستاذ محمد. سلام. ألو. السلام عليكم يا محمد. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يبارك فيك يا استاذ محمد. ربنا يكرمك يا شيخنا. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل قول لي الايه 55 انما وليكم الله. من اول فين يا شيخنا؟ 55 انما وليكم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو بس اول واحد اللي بيستعيذ وبيبسمل، بعد كده ما نقطعش القران. قل لي إنما وليكم الله، تفضل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يا شيخ. أي أنا سامعك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما شاء الله المستويات عالية النهاردة أوي، بشكرك جدا يا محمد. ست أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخنا الجليل، ازاي عليكم صحة ازيك حضرتك؟ يا حاج، الله يبارك فيك. ازيك الحمد يا لله فندم؟ على سلامة حضرتك، قطعت فينا الأسبوع اللي فات بغيابك، استنيناك ونستناك كل أسبوع وما بنقومش من قدام الشاشة، يجيبوا خط يجيبوا اتنين احنا مع حضرتك، ربنا هتروح الصين هتروح السند احنا مع حضرتك إن شاء الله، وفي الجنة إن شاء الله مع بعض الفردوس الأعلى والله إن شاء الله. احنا بنحبكم جدا وبنحب القناة وبنحب كل اللي بيتعاون معانا في القناة والله ان شاء الله. الله يا ربنا يكرمك يا ست ام عبد الله، اتفضلي يا فندم متعينا وقولي ومن يتولى الله ورسوله. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. 10/10. شوف ايه الحكايه دي، انتوا ذكرتوا الجمعه اللي فاتت دي من ورايا ولا ايه؟ مستعدين قوي ما شاء الله، بشكرك. نجلاء، السلام عليكم يا نجلاء. الو، معاك يا نجلاء، اتفضلي يا فندم. ايوه، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله والله في نعمه الله. قولي لي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والله برافو عليك، بس خدي بالك الخاء دائما المفتوحة خاء. شو تقولي ايه؟ الذين اتخوا، التاء خاء، الخاء يعني تذكري ان الخاء في المصحف كله خاء، خروف، خمره، خروب. بشكرك بس ممتازه والله. معانا الاستاذ محمد، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ محمد مع حضرتك. انا معاك يا محمد، اهلا بيك يا محمد. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا محمد. هقول سورة النصر. النحل. النصر. طب قول يا سيدي، قول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بس عندك يعني الأحكام ناقصة. شوف، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. شوف، مش واستغفره، واستغفر إنه كان توابا. وبتصل بيه محمد، بشكرك يا محمد. مين؟ الست أم مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا حاج، ازيك يا فندم؟ الحمد لله ربنا يبارك. الحمد لله. انت هتقري بقى الآية 59، قل يا أهل الكتاب، تفضل يا فندم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أنت ممكن تعلمي الناس، بس خدي بالك قراءتك كويسة جدا، بس التاء بتاعت دي لا، هل تاء، شوف زي ما تقولي هل تعلم، شوف التاء، هل تعلم مش تعلم. إذا ما تقوليش هل تاء تنقي من طاء بالطاء، لا، أو تاء تخينة، لا، هل تاء. بس قراءتك كلها 10/10. أم رقية، السلام عليكم يا رقية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا هقول يا شيخ وبعد كده بنتي رقية هتسمعنا. طيب ماشي يا فندم. أقول من آية كام؟ الآية 60. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت
شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ده إذا كان المشاهدين بيحيروا بالطريقة دي أنا مش حاجي، أمال هعلم مين؟ إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ لا هو أنا بشكرك يا شيخ وبشكر معلمتي أم أحمد هويدة، هي اللي بتعلمني صراحة. ربنا يكرمك. أنا بشكرها كده على الهوا، ولذا هذا من فضل ربي يا شيخ. ربنا يجعلكم من أهل القرآن والله، من أهل الجنة. اللهم آمين. خد رقية معاك. طب إديني رقية بقى على الله كنت تكون زيك كده، اتفضل. يلا يا رقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا رقية؟ الحمد لله. ربنا يرقيك يا رقية. اتفضلي يا رقية. هقول سورة الكهف. الكهف. طب قول. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أولا ما تقولش فصلي، عند الوقف صل وعند الوصل مكسوره، فصل لربك ما تقوليش فصل لي. بشكرك جدا. سعديه السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. يا ربنا يسعدك يا سعديه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يديك الصحه يا رب ويبارك لنا فيك ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. قولي لي بقى الايه 61، واذا جاءوكم قالوا. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. اسمعيني بقى علشان اسمعيني بس، عشان لما تعرفي والله حرف من القرآن في الحلقة أي حلقة هنيئا ليك. أولا إذا جاءوكم لازم تقولي كده، مش جاءوكم، في علامة علشان أمد المد ده. أيوة في علامتين، الشرطة العريضة اللي فوق الألف موجة كده جاء وبعدها همزة، ما دام شرط عريضة فوق الحرف وبعده همزة لازم أمد المد ده. إسرائيل إذا جاء جاءوكم وهكذا. نمرة اتنين وقد، الدال ديت بدون تشكيل، أنت حطيت لها تشكيل سكنتيها، إمتى تسكنيها؟ إذا وقفتي بس. وقد كده اذا وقفت، انما عند الوصل دخلي الدال ده في الدال دي، اي حرف بدون تشكيل دخلوه في الحرف اللي بعديه على اوتوماتيك. تقول ايه؟ وقد دخلوا، مش وقد دخلوا، وقد دخلوا. بشكرك. معانا الاستاذ محمود. السلام عليكم محمود. السلام وبركاته يا شيخ احمد. اهلا بيك يا استاذ محمود. ربنا يبارك فيك يا شيخ احمد. سعيد محمود معاك يا باشا. اهلا بيك. ربنا يجمعنا في الجنه بلا حساب ان شاء الله. والله ربنا يبارك والله بلا حساب. الله بنحبك في الله يا شيخ احمد. والله انا كنت عندك من 10 سنين بس كده قلت اسمع صوت حضرتك. يا خبر ابيض، انت زبون قديم يعني. ربنا يبارك فيك يا شيخ احمد. ربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى. طب قول لي بقى، واذا جاءوكم قالوا، الايه 61. واذا جاءوكم. ايوه. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. أشكرك جدا، بس أنا عندي وقد اللي بدانا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد، وعندي وهم قد. أنا عندي اتنين هم، الأولى الدال بدون تشكيل، ما دام بدون تشكيل ما قلقلش الحرف ده عند الوصل، أقلقله إذا وقفت. أنا قلت قول وقد، وده مش وقفي، وقفي تعليمي ده. طب وعند الوصل أخليها دال واحدة مشددة، دال مع دال دال واحدة، أقول وقد دخلوا. نمرة اتنين وهم قد خرجوا به، ما تقولش والله، الواو في المصحف وانا مالي ومالك، ولد تعالى يا واد روح يا واد، مش يا واد، الواو في المصحف ووالد وما ولد. بشكرك جدا. معنا مين؟ آية. السلام عليكم يا آية.
آية. أيوة معاك. إزيك يا آية؟ إزيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. اقري لي آية يا آية، قولي وترى كثيرا منهم. الآية 62. وترى. آية اتفضلي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون. بشكرك. شوفي التنوين ديت اللي بعده ميم، كثيرا مش كثيرا، كثيرا وترى كثيرا منهم. بشكرك. الست ام حبيبه، ازيك عم الشيخ؟ معلش الخط عمال يقطع. اهلا بيك، ربنا ما يقطعنا عن الخير ابدا. قولي لولا ينهاهم الربانيون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأقلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أشكرك. أولا ما أقولش لولا، ده مد طبيعي عند الوقف وعند الوصل، ما زودوش، أقول لولا. وبرضه ما أقولش ما كانوا، لا، ما كانوا الواو واحدة بس مش اتنين. بشكرك. وبعدين الأحبار، الباء باب، الباء باب مش باب، ما قولش والأحبار با با، شوف يا با با والأحبار. بشكرك على اتصالك. الست أم فرحة، الست أم فرحة، يا ست ام فرحه، يا ام فرحه، طب شوف لنا خلاف ام فرحه اليوم. ست ام عبد الله، السلام عليكم يا شيخنا الجليل، منورنا. الله يبارك فيك. ده يبقى الواحد يغيب بقى يوم بقى يعني. لا بعد الشر عليك، ما تقطعش استناك على طول. ربنا يكرمك والله ويجمعنا في الجنه يا رب إن شاء الله. يا رب جميعاً. الآية بقى هي 64، خذي منها جزء عشان طويلة. وقالت اليهود يد الله مغلول. تفضلي فندم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هقول لك بقى على اسمعين، هقول لك على حرف، على حكم يعني. شوف غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وتقفي، ده وقف لازم اضطراري، تقفي إجباري. وبعدين بل يداه مبسوط، ربنا بقى اللي بيقول بقى. شوفي هم قالوا ما كانوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هم قالوا إيد يد الله مغلولة، انما ربنا بقى بيمر بيؤمر او بيرد عليهم بل يداه مبسوطة. فتقفي واقفي لازم تقولي غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، وتقفي وتقولي بل يداه مبسوطة. وعندك فوق الواو بتاعت قالوا ميم نايمة كده، علامة الوقف اللازم. بشكرك. انت بتقول الاسم كده وبتخطفه، بتقول ايه؟ عيد. السلام عليكم يا عيد. يا عيد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الليله عيد يا عيد. الليله عيد يا عيد. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. لا وطي التلفزيون عشان نسمعك، احنا مش سامعينك. وطي التلفزيون خالص، اسمعنا من التلفون. حاضر. حاضر يا مولانا. تفضل يا فندم. ايوه يا مولانا. قل لي الايه. وقالت اليهود يد الله مغلوله. لا يا مولانا، لا انا بطالبك عشان تدعي لي، انا طالب سعادتك عشان تدعي لي. عشان ايه؟ تدعي لي، عايزك تدعي لي يا مولانا. طب ندعي لك وتقرا قران. مش وقال ربكم ادعوني استجب لكم، انت تدعي وانا ادعي لك. طب ربنا يكرمك ويحفظك ويكرمك في الدنيا وفي الاخره. بشكرك يا فندم. معانا محمد، الست ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يخليك ويكرمك يا رب.
معلش عايزك تستحمل لي عشان تعبانة شوية بس. اتفضلي. من أول فين؟ 64. وقالت اليهود يد الله مغلولة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أولا ما تبدأيش تقولي كده. أولا دي ولا يزيدن ولا يزيدن ولا يزي، شوفي ما فيش عندك حرف ساكن. وبعدين ما تقفيش تقول كثيرا منهم ما أنزل الله إليك من ربك طغيان وكفر، ده مش ابتداء، ده ابتداء وحش. خلاص بشكرك. الأستاذ عبد الله، السلام عليكم عبد الله. اتفضل الأستاذ عبد الله. عبد الله يا أستاذ عبد الله، عم عبد الله. طب هات خلاف عبد الله ده بقى. ست أم محمد، ست أم محمد حضرتك. أنا سهر مهدي على الخط. بتقولي إيه؟ وطي التلفزيون طيب عشان نسمعك. حاضر 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 يا عم الشيخ. أنا مستنيك أهو. حضرتك أنا مع حضرتك أهو. اتفضلي. كده كويس؟ اتفضلي. أيوه قولي. وألقينا بينهم العداوة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وطي التلفزيون عشان نسمعك، ما تسمعيش أنت نفسك. أنا عايز الجمهور هو اللي يسمعك. وطي التلفزيون. كلما يا حاجة وطي التلفزيون علشان نسمعك. معانا عبد الله، ما حدش يسمعنا من التلفزيون يا اخوانا. انا عايز الناس تسمع وتتعلم منكم القرآن. عبد الله سلام عليكم. سلام عليكم. ايوه سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ عبد الله. قل لي كلما اوقدوا نارا يا عبد الله. الآية كام يا شيخ حضرتك؟ آخر الآية 64، آخر سطرين. كلما أوقدوا نارا، آخر أسر كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أولا قراءتك كويسة وممتازة، بس كل طاء في المصحف عليها سكون في المصحف تقلقل في المصحف. تقول ايه؟ للحرب اطع، مش اطفاها الله، اطفاها الله. وبعدين لا يحب، الحاء مكسوره، لا يحيي، لا يحب، لا يحيي، لا يحب المفسدين. بشكرك يا عبد الله. ست ام احمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. أنت هتاخد الآية 65. ولو أن أهل الكتاب آمنوا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم. أولا شوفي، ما قولش واتقوا، القاف دي مفتوحة، واتقوا مش واتقوا، تقوقوا واتقى. ما تقوليش لقاه، لكفرنا، لقاه. الكاف في المصحف واحد كاكاو، أنا عايز أشرب كاكاو وأكل كوارع مش قوارع. الكاف في المصحف، ما قولش إن الذين كفروا، ما قولش والكاظمين والقاه والكا، واخدة بالك؟ وبعدين ولا أدخلناهم، ولا أدخلناهم جنات النعيم. التاء مكسورة بس. بشكرك.
هند، السلام عليكم يا هند. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ أحمد؟ أنت زبونت، أنت دايما بتتصل بيا أنا عارف. أيوة بتصل بحضرتك. تمام، قولي يا هند، ولو أن أهل الكتاب آمنوا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. إيه الحلاوة دي؟ 10/10، جميل والله، برافو عليك يا بنت. ست ام احمد، ست ام احمد، الو، ازيك يا ست ام احمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في حيط حضرتك يا حاج. ربنا يخليك يا حاج والله. قولي لي الايه 66، ولو انهم اقاموا التوراه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بشكرك، بس لو تكملي كان الآية كان أفضل. ما تقوليش منهم أمة مقتصدة وكثير، لا، المعنى ناقص، واخدة بالك؟ تقفي عند مقتصدة وتقولي وكثير منهم ساء ما يعملون. بشكرك جدا. ست أم معاذ، يا ست ام معاذ. ايوه يا شيخ، ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. انت هتاخدي من الايه، اول الايه بقى، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعض. اسمعك تاني علشان الصوت كان بيتقطع. اسمعك تاني. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. بشكرك، بس خدي بالك الحكم ده لما تلاقي ميم صغيره فوق الحرف تقفي على نهاية الحرف ده، يعني تقولي ايه؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، لازم تقفي، ده محطة اجبارية. ادي الميم الصغيرة، لو فتح المصحف هتلاقي ميم صغيرة فوق الالف فوق اولياء، لازم ما دام في ميم على نهاية حرف اقفي. وقفي لازم تقولي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. شفتي؟ لأن ده كلام ربنا بقى، بعضهم أولياء، ربنا حكم عليهم كده. بشكرك. الست أم معاذ، السلام عليكم. ست أم معاذ، الست أم نور، السلام عليكم يا ست ام نور. يلا سلام عليكم. ازيك يا ست؟ ازيك يا ست ام نور؟ ازيك يا شيخ؟ ربنا ينور قلبك بالايمان. قولي لي يا ايها الذين امنوا. انا حم. ها؟ انا حم. اهلا بيك، اتفضل يا سيدي، اهلا بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والزيتون وقول السنين وآذ بنجامين وقد خلق أحسن تقوم فأحسن تقوم ثم يظن أحسن سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله برافو عليك يا محمد، يبقى ادعي لنا، والله ادعي لنا كتير من دعائك الطيب ده، والله بشكرك يا محمد.
معنا هناء. سلام عليكم العراق. ازيك يا استاذة هناء؟ الصوت بيقطع يا استاذة هناء. اتفضلي يا استاذة هناء. طب ايه كده، يمكن الصوت يجي لنا كويس ان شاء الله. قول يا ايها الذين امنوا، وما تستعجليش، اقرب الراحة. لا الصوت مش مسموع خالص يا هناء، حاولي تتصل بيا تاني. نجلاء، سلام عليكم يا نجلاء. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، ربنا يكرمك يا رب. هنقول من الاول حضرتك؟ قولي بقى. فترى الذين في قلوبهم مرض. حاضر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بشكرك، بس خدي بالك كلمة دائرة لازم تمد اتنين ألف إجباري عند الوقف وعند الوصل، واحنا بنقول في علامتين، العلامة الأولى الشرطة العريضة اللي فوق الألف، وبعدها أكيد أكيد تلاقي همزة. أن تصيبهم دائرة، حتى لو وقفتي مش دائرة، دائرة اسمه مد واجب على كل القراء انهم يمدوا هذا المد. بشكرك. هناء سلام عليكم. سناء سلام. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي. اقرا الايه كام؟ قولي. ويقول الذين امنوا اهؤلاء. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. والله مستويات جميله جدا، يعني علم الناس واحفظ القران، ممتازه والله. بشكرك. ست ام محمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ايوه ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا حاجه. الايه 53 قولي. ويقول الذين امنوا، اتفضلي يا فندم. ويقول الذين امنوا من يريد منكم ويقول الذين امنوا هؤلاء. لا اتفضل، لا انا اللي غلطان. يا ايها الذين امنوا من يرتد، اتفضل يا فندم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أولا بشكرك، أشكر. خدي بالك كل ميم على السكون لا تغنى ابدا. شوفي تقولي ايه. من يرتد منكم عن، ما تزنيش في الميم اللي عليها السكون ابدا، ما اقول لك معايا قلم. نمره اتنين، انت بتقولي اذلة على فتحتين، دي كسرتين يا حاجه، اذلة مش اذلة. وبرده قلت اعزة، هي أعزتين كسرتين مش فتحتين. بشكرك. الحاجة صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام. والله الكنترول لو يهدي التكييف شوية عشان أنا نشفت. استني يا صفاء عشان أقول للحاج محمد المكرم. أيوة يا حاج أحمد. أنا معاك، أنا معاك، بس أنا نشفت، أنا هنا ساعة قوي زي ما يكون قاعد في الفريزر والله. طب خلاص اتفضلي يا صفاء. نقرا من اول فين؟ نقرا من اول فين يا حبيبي؟ قولي. ويقول الذين امنوا
لا قول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون، مش سامعاكي. انا مش سامعك ولا انت سامعاني. وطي التلفزيون. الست ام مصطفى اللي اتصل بينا يا اخوانا يوطي التلفزيون. اتفضلي يا ست ام مصطفى. الآية 54. يا أيها الذين آمنوا. حاضر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله قرايتك هايله جدا جدا جدا، لكن اعرفي ان كل خاء في المصحف مفخمه، واعلى التفخيم اذا كان بعدها الف، زي اللي انت بتقول يخافون. ما اقولش يخافون، يا خاء يا خاء. اعلى درجات التفخيم الحرف المفخم اللي بعديه الف، طا، طه، قا، قالوا، ص، صابرين. هنا يخا، يخا، مش يخافون، يخا. يا ريتك 10/10. بشكرك. الحاجة صفاء، السلام عليكم. لا، معاكم مؤد. ام مين؟ ام ادهم. اهلا بيك، اتفضلي يا فندم. اقرا من انهي ايه؟ انما يا وليكم الله، الايه 55. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عشر. ايه المستويات النهارده؟ حلوة جدا جدا جدا. علم الناس، احفظ القرآن، والله فرصة عظيمة. بشكرك. الحاجة صفاء. السلام عليكم يا صفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا فندم. الآية بقى 56، ومن يتولى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللي بقول ولا إيه؟ ومن يتولى الله. أنا معاكي، سامعك، اتفضلي. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقراءتك كويسة، بس خد بالك الهمزة اللي هي رأس العين لازم أظهرها، ما أقولش والذين آمنوا، والذين آمنوا، فين الهمزة؟ فين الألف؟ والذين آمنوا. بشكرك على اتصالك. ست أم محمد. أيوة يا شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. ربنا يبارك لك يا شيخ يا رب. الله يبارك فيك يا حاج. أقول من آية كام يا شيخ؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا. الآية 57. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. انشر القرآن، ساعدونا في نشر القرآن. هايلة والله، جميل. المخرج بيطفى بتاع عشان انا نشفت والله التكييف. طيب ربنا يسلم والله. الاستاذ عبد الله، السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام. والله الحمد لله، ادعولنا بس والله بالقبول. الله يكرم اصلك يا رب ويسعدك دنيا واخره ويجعلك لخير اسباب يا رب جميعا. هيا كام حضرتك؟ هيا كام؟ الايه 58. واذا ناديتم الى الصلاه. ايوه 58 سوره المائده. ايوه
58. ايوه طيب ثواني عليا معلش، انا معاك نص ساعه على الاقل من مهلك. يا الذين امنوا تتخذوا الذين ها واذا ناديتم الى الصلاه. 58 ايوه 56 سبعة 58 كل يا أهل الكتاب ها. وإذا ناديتم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل يا عبد الله يا عبد الله عبد الله القرآن اسمع يا عبد الله القرآن أقول الآية وبعدين يكتبوا الرقم ما أقولش الرقم الأول أبدا مش في المصاحف الآية وبعدين الرقم فالآية عندي 58 وإذا ناديتم أنت بتقول الآية 59 وإذا جاءكم وإذا ناديتم يلا يا عبد الله وإذا جاءوكم ها وإذا ناديتم يا عبد الله 58 يا عبد الله 58 58 يا من سورة المائدة يا شيخ سورة المائدة أيوه يبقى دور عليها عبد الله على مهلك دور عليها بعدين اتصل بيا. ام ايمان السلام عليكم. السلام عليكم ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيكي. اهلا بيك يا شيخ ربنا يبارك لنا فيك وفي علمك يا رب. ربنا يجمعنا كلنا في الجنه بلا حساب يا رب. امين. قولي بقى واذا ناديتم الى الصلاه الايه 58. حاضر. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قرايتي الجميلة جدا جدا لكن خدي بالك ما قولش هزوا ازاي دي عليها ضمة هزو مش هزوا وسكنها شوفي وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا هزو هزوة مش هزوة بشكرك ست ام معاذ السلام عليكم. ازيكم السلام يا شيخ ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم ربنا يكرمك يا رب. قولي لي الايه 59 قل يا اهل الكتاب. يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أشكرك بس خدي بالك من كلمة أنزل ديت حرق أو الغنة أضم النون وحرق الغنة أقول إيه وما وحرجع شفايفي على طول عشان الغنة هنا مرققة ما أقولش أنزل 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 بشكرك أم يحيى السلام عليكم أم يحيى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الآية بقى هتاخديها 60 قل يا قل هل أنبئكم تفضلي معاك يا قل هل أنبئكم ببشر من ذلك مثوبة عند الله. أشكرك بس خدي بالك عشان أنت لخبطت الدنيا دي مش بشر بشر دي بشر الشر مش بشر خدي بالك من التشكيل شوف التشكيل غير ازاي الكلام هل أنبئكم بشرا بشر بشر دي بشر بشر بشكرك أم مين؟ أم جلال السلام عليكم السلام عليكم أم جلال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك دي أول مرة تتصل بيا أم جلال لا اتصلت قبل كده بجد؟ أنا مش سامعة كويس يا شيخ الإيه؟ أيوة أنا مع حضرتك وأنا معاك أهو اتفضلي طب قولي بقى الآية 60 قل هل أنبئ قل هل أنبئكم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة مثوبة عند الله من لعنه الله اسمعيني على اسمعيني بس عشان تعرفي الحكم ده أولا الشين أنا شايفك وأنت شايفاني شاه
وهات واحد شاي مش شوي، ما اقولش بشا بشر بشا. شوف يا باشا، اقول لك صباح الخير يا باشا. نمره اتنين، كل نون بدون تشكيل في المصحف بعدها لام الغيها خالص، ادغمها ادغام كامل ما يبانش غنه خالص. اقول من لعنه مل مل. شوفي سواء نون او راء، نون بعدها لام او نون بعدها راء، اقول من ربكم، ما اقولش من ربكم. الزنه دي ممنوعه. بشكرك ست ام حسن. السلام عليك يا ست ام حسن. وعليكم السلام. اهلا بيك، ربنا يخليك يا ام حسن. اقرا من اول فين؟ قولي قل هل انبئكم الايه 60. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يعني يا ريتك 10 10، بس أنا قلت قبل كده إن الخاء ما دام مفتوحة ما أقولش والخنازير، والخاء خاء خاء. شوفي بوزي في الخاء دي، النون هي اللي هبتسم فيها، والخاء نا والخاء نا، ما اقولش والخاء والقنازير. بشكرك ست معز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب. الايه 61، واذا جاءوكم قالوا، وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا منه. استني بس، أولا خرجوا به مش من، بعدين وإذا جاءوكم دول جماعة طارة اهي، وإذا جاءوكم قالوا. بشكرك ست ام عبد الله. ايوه شيخنا الجليل. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. واذا ايوه الايه 61. ايوه واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. هو انتوا يعني بتعكسوني يعني في الخاء ديت، كل واحد هيقول لي خا 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 ده دي. الخاء في المصحف خا خمرة مش خمرة، خروف مش خروف، خروب مش خروب، ده دي. ما حدش يقول لي وقد خرجوا خا وقد دخل خا، لا وقد ده خا، وقد دخلوا بالكفر وقد خا خرجوا به. بشكري الحاج صفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه مع حضرتك. وطي التلفزيون يا صفاء عشان نسمعك. طيب حضرتك نقرا من اول فين حضرتك؟ وطيت التلفزيون. طب قولي بقى واذا جاءوكم. ما يا بنت ما احنا سامعين التلفزيون اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اديني غيرها، فاتحه التلفزيون برضو مش هينفع كده. هناء معانا. ايوه ايوه. السلام عليكم. اهلا بيكي. اهلا بيكي. انا والله انا سعيد بيكي وباهل العراق كلهم. بتحاولي اسعد يعني بلاغي والله سلامي لكل العراقيين.
والله يوصل ان شاء الله. اتفضلي قولي بقى، واذا جاءوكم قالوا من اي آية؟ نعم 61. طب قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون. شوف يا هناء، دايما لما تلاقي حرف بدون تشكيل في المصحف ده كليم في الحرف اللي بعديه. اذا لقيتي حرف لا عليه فتحه ولا كسره ولا سكون ولا حاجه ده كليم في الحرف اللي بعديه، يبقى مجوز. وقد الدال بدون تشكيل اعمل فيها ايه؟ ادخلها في الحرف الثاني تبقى عندي دال مجوز. اقول ايه؟ وقد دخلوا، ما اقولش وقد. اما الثانيه وهم قد خرجوا الدال عليها السكون، اذا وقفت اقول قد واذا وصلت اقول قد. الدال الثانيه عليها السكون، انما الدال الاولى بدون تشكيل دخليها في الحرف الثاني هيبقى مشدد. وقد دخلوا. بشكرك الاستاذ محمد. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ اخبارك ايه حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ محمد. الاخت هناء من العراق كانت بتقرا الايه 61 10 على 10 بس قلقلت الدال الاولى. قلقلت الدال الاولى اذا وقفنا، اما اذا وصلنا مفيش قلقله ومفيش دال، تبقى دال واحده بس. الدال انا معاك اهو. قول واذا جاءوكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا محمد. اتفضل يا محمد. الآية كام يا شيخ؟ 61. وإذا جاءوكم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. بس يا خلاص يا محمد، اسمع الحكم ده يا محمد. لما نلاقي حرف بدون تشكيل يا محمد وعاوزين نوصل، الحرف اللي بدون تشكيل يخش في الحرف اللي بعديه، يعني يبقى معايا سندوتش احط اللحمه في السندوتش، يبقى السندوتش مجوز كده مليان. الدال الاولى بدون تشكيل دخلها في الدال الثانيه هيبقى السندوتش مليان. اقول وقد دخلوا. وقد دخلوا، ما اقولش وقد دخلوا، ما اقولش وقد دخلوا، وقد دخلوا. دال واحده عند الوصل، وهكذا في كل حرف بدون تشكيل. معايا حرف في نهاية كلمة بدون تشكيل أدخله في الحرف اللي بعديه إذا كان، إذا كنا هنوصل للكلام. بشكرك يا محمد. ست أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يخليك. صوري اتنين تلاتة قالوا الآية 61 وللأسف ما عرفوش يقروها. اتفضلي اقريها انت. وقد جاء واذا جاءوكم. واذا جاءوكم قالوا. الو، حاولي تتصلي بيا تاني. نجلاء. انا سامع صوتك. وعليكم السلام، اهلا بك يا استاذ. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عليكم السلام. اتفضلي يا استاذنا نجلاء. قولي وإذا جاءوكم قالوا. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. أولا ما قلتش كانوا يكتمون، دي واو كاملة. كانوا عند الوقف وعند الوصل كانوا يكتمون. وانت قلت 10 على 10 وقد دخلوا، بس الخاء انت رققتها ليه؟ الخاء من الحروف المفخمه، وقد دا ابتسم وبعدين ابوز في الخاء. دخلوا مش داخا خالوا. بشكرك. ست ام احمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. قولي الآية 62 وترى كثيرا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. بتعرفي تقري كويس قوي، لكن الراء ديت مفخمة، الراء المفتوحة ليها حالات، مرة تقول را راجل ومرة تقول حريرير، شوفي، إنما دي مفتوحة. وترى كثيرا را، وترى كثيرا كثيرا رم رم. بشكرك عبد الله. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عبد الله؟ ازيك ربنا يكرمك. قول لي الآية 63 يا عبد الله، لولا ينهاهم الربانيون. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صوتك جميل وحلو، فيه يعني خشوع، بس خد بالك بتاعت والأحبار دي، ما قلش والأحبار بار، أحبابي، تعالوا يا أحبابي، مش تعالوا يا أحبابي، واخد بالك؟ حبة حبة من يجيني. والأحباء الأول زي ما تقول حبال، الأحبال فين؟ والأحباء والراء هي المفخمة، والأحبار، ما قلش والأحبابا. بشكرك. معانا الأستاذ محمد. السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أحمد. أهلا بيك يا فندم. قول لي بقى الآية 64، لا 63، لولا ينهى، لا ده قريناها، وقالت اليهود، ال 64، تفضل يا فندم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. بشكرك، بس أنا سمعت ولا يزيدن دي، ها؟ ولا يزيد أيديهم، هي دي أيدي مش أيديهم، أيديهم. بشكرك. ست أم ياسين. السلام عليكم يا ست أم ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ أحمد؟ الله يبارك فيك يا فندم. قولي بقى، وألقينا بينهم العداوة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. علم الناس، انت تعلم الناس، ما شاء الله عليك، هايلة. ست ام يوسف. السلام عليكم. معلش يا شيخ. وعليكم السلام، ازيك يا ست ام يوسف؟ الحمد لله بخير. الآية كام؟ الآية 65، ولو أن أهل الكتاب، تفضلي يا فندم. 65 ما شاء الله. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. قرايتك حلوة جدا، بس النون يبقى اتك عليها جنات النعيم، لكن الوقفات عندك واتقوا لكفرنا، الوقف مش حلو، لكفرنا ايه؟ يبقى الكلام ما تقطعيهوش، يعني لو تقفي ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا، وبعدين تكملي واتقوا لكفرنا عنهم، انما واتقوا لكفرنا وتقفي، الوقف مش، وبعدين ولا ادخلناهم، الوقف برضو مش طعم، مش حلو. ادخلناهم فين؟ ادخلناهم جنينة، الجنة، الدنيا. فالوقفات خد بالك مهمة جدا جدا جدا. بشكرك. معانا الاستاذ محمود. يا محمود، عم محمود، استاذ محمود يا حبيبي محمود، طب شوف لي غيره.
خديجة، أستاذة خديجة، يا أستاذة خديجة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا فندم. وطي التلفزيون. أيوة يا خديجة. أيوة يا شيخ أحمد، جزاكم الله خير الجزاء يا رب. آمين. بس وطي التلفزيون والله، وطيه. اقفل الصوت. أيوة. ايوه شيخ احمد، الايه رقم كام؟ الايه رقم 66، ولو انهم اقاموا. ماشي، حاضر حاضر. ولو ان، ايوه، ولو انهم، ايوه أو ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لو عندي صحبة ورد كنت قلت لي خديها. ما شاء الله عليك، علمي الناس. اشكرك. عبد الله. ايوه يا سيدي، انا بكلمك من عند النبي عليه الصلاه والسلام. الله الله الله، سألتك والله بكلمك من عند النبي، بس انا اول ما دخلت من العمل ما قدرتش افتح المصحف بسرعه. سبحان الله. طب عايز تسأل ايه؟ يا رسول. هتقرا معانا يعني؟ ان شاء الله. طب قول لي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سألتك بالله تدعي لنا والله، وتدعي لكل المسلمين. يعني أنت عند حضرة النبي الدعاء إن شاء الله مقبول. بشكرك جدا. معنا الأستاذ محمد. يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا هنقرأ يا محمد من أول الربع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فضل محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله قراءتك ممتازة، بس خد بالك الحرف المرقق، إن الغنة مرققة برضه، إذا كان في غنة عندنا زي ما تقول إيه، ومن يتولهم منكم، تلمها مش منكم. أما الغنة إذا كان بعدها حرف تخين نتخن الغنة، زي إيه؟ من قبل، شوف من قبل، انما بعدها حرف مرقق نقول ايه؟ من يقول، ودي منكم مش منكم. قراءتك ممتازه، بشكرك يا محمد. مين؟ كريمه. يسالون فيهما يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. بشكرك، بس أنفسهم قراءتك ممتازة، بس خد بالك من الغنة دي، مش أنفسهم. بشكرك. الحاجة عطيات. ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا بيك يا حاجه. زي الله يخليك يا شيخ احمد، ربنا يخليك. قولي لي بقى الايه 53. طيب. ويقول الذين امنوا، اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين امنوا اهؤلاء
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لم نعم في حاجة يا شيخ أحمد؟ لا أبدا تفضلي بس إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. بذكري بس في كلمات في القرآن مكتوبة لا فوقها، يعني شوفي أقسموا بالله جهد أيمانهم في لا، يعني ما توقفيش، يعني توصلي تقولي إيه؟ هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، ما توقفيش عن جهد أيمانهم وبعدين تقول إنهم لمعكم، لا دي مش حلوة، الابتداء وحش. بشكرك. الست أم طه. السلام عليكم يا شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك. الله يخليك. قولي لي الآية بقى 54، يا أيها الذين آمنوا. حاضر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. صوتك بعد ليه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللي بيعرف يقرا كويس هيعرف الجنه القران. شوف اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، قرايتك ما شاء الله، واحفظ القران. مين؟ اسماء. يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اسماء. أعوذ بالله من الشيطان. احنا قلنا الاستعاذة أول واحد يقولها وخلاص، ما نقطعش القرآن، قول على طول، اوصل على طول، اتفضل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هايلة والله، علم الناس برضو إذا كانت قرايتك كلها بالطريقة دي، علم الناس واحفظ القرآن. بشكرك. مين؟ أشرف. أيوة يا باشا، السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام، ازيك يا أشرف؟ الحمد لله يا شيخنا تمام مولانا، الله يبارك فيك. الحمد لله، أنت هتقرأ الآية 56، قول ومن يتولى الله. 56؟ أيوة. حاضر. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قراءتك جميلة جدا، بس خد بالك الباء في المصحف كلها باء، بحبك أنا بحبك مش بحبك، ما تقولش حزب بابا بالله، حزب الله، حزب حزب الله. بشكرك. ست أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك ست أم محمد؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. الآية 57 قول يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ربنا يجعلك من أهل القرآن والله، هاي لعلم الناس، ما انشروا القرآن. شوفوا الرسول بيقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. بشكرك. ست وائل. وائل من غير ام. وائل. ايوه يا استاذ. السلام عليكم يا استاذ وائل. اهلا بيك. اتفضل الايه 58 قول واذا ناديتم الى الصلاه. 58. ايوه. قل يا ايها الكتاب
هل تنقمون منا إلا إنا آمنا بالله وما أنزل إليه. أنا ما سمعتش حاجة خالص، ما سمعتكش، بتقول إيه؟ قل لي وإذا ناديتم إلى الصلاة. قل إيه ناديتم؟ الآية 58. وإذا ناديتم إلى الصلاة. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزيا ولعبد من ذلك إنهم قوم لا يعقلون. بشكرك بس الصوت مش واضح، بشكرك. معنا مين؟ ست ام احمد. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ اهلا بيك يا حاج ام احمد، ازيك؟ ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يجمعنا في الجنه ببلاش كده. يلا قولي بقى الايه علشان ما سمعتهاش من الاول. واذا ناديتم الى الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أولا دي مش ولعبا، دي ولعبا، مش ولعبا ولعبا. وبعدين دي هزو هزوا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو هزوا ولا ولعبا. بشكرك ست أم محمد. سلام عليكم ست أم محمد. ربنا يديك الصحة. ربنا يخليك ويكرمك. أعوذ بالله من الشيطان. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. بشكرك جدا، بس خدي بالك ما قولش تنقمون. التاء في المصحف احنا بنقول ايه؟ التحيات لله، مش التحيات، التحيات. واحنا اسمها تحيه، هتقول لنا تعالى يا طحيه، ما نقولش تاء تنقمون. هل تاء تنقي؟ تاء تنقي. بشكرك. معانا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو حميد؟ انت اسمك على اسمي؟ ما شاء الله. اتمنى على اسم السيد عليه الصلاة والسلام، ربنا يجمعنا ربنا يجمعنا معاه في الفردوس الاعلى. اول واحد يسمى باسم احمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، رسول اسمه احمد. طب قول لي بقى الآية 60. قل هل انبئكم، تفضلي. هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قراءتك حلو بس ما تقولش وأضل. لو 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 شوف لولي عقدي لولي، لو تقول مثلا هل هتقول ايه؟ هل ولا هل؟ انما لما تقول ضل، شوف ضل، هتخن اللام. لا، اما بتخن انا الضاد وارقى لام وايه واقول وايه واضل واضل عن سواء اللام. اللام في المصحف مرققه الا اذا جت في اسم الجلال اللي قبله مفتوح او مضموم، اللهم الا الله. عدا هذا لحم ولحم طير. بشكرك. عبد الفتاح. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا فندم. عليكم السلام. الله يكرمك. ازيك يا شيخ أحمد؟ ربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك. جميعا يا رب، والله يجمعنا في الفردوس الأعلى. الله يبارك لك. قل لي وإذا جاءوكم قالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. والله قراءتك جميلة، بس يبقى ادي الحروف حقها في المدود. وإذا جاءوكم، ده مد وجه. وبعدين خد بالك من كل واو في القرآن مرققة. أقول ولد ووالد وما وا وولد، ما أقولش والله والله وا وا وأبتسم. وبعدين حبوس في اللمات أقول والله. بشكرك جدا.
الاستاذ سيد. السلام عليكم يا سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب. قول لي بقى الآية 62، وترى كثيرا منهم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. بشكرك، بس لما أجي أقف على التاء ديت ما قلقلهاش، مش السحت، السحت. التاء دي من حروف الهمس، اهمس فيها لكن ما قلقلهاش. وبعدين الدال اللي عليها السكون في المصحف كله، اقول ايه؟ والعدو، ومش والعدوان، كل دال في المصحف عليها السكون اقلقلها. قلقلت ازاي ده؟ اضرب لساني في حلق بوقي. والعدو والعدوان. بشكرك جدا. مين؟ مروه. السلام عليكم يا مروه. وعليكم السلام. اهلا بيك يا استاذه مروه. اهلا، اتفضلي. هتقري الايه 63، لولا ينهاهم الربانيون. لا، انا كنت عايزه اسال عن سؤال تاني. في القران ولا خلاف في القران؟ يعني ايه يعني؟ انا كنت عايزه احفظ القران كله، بس مش عارفه ازاي، لان انا مش حافظ اي حاجه غير سور صغيره. أولا مفيش في القرآن حاجة اسمها صور صغيرة، صور قصيرة، مفيش في القرآن كلمة صغيرة، خلاص؟ وبعدين أنت بتطلعي سابع دور، اطلعي سلمة سلمة. عايزة تقولي احفظ القرآن كله، ابدأي مثلا من أول البقرة، احفظي كل يوم صفحة، وراجعي فيها، راجعي فيها، وما تتنقليش من الصفحة إلا إذا كانت مية زي الفاتحة بالظبط. وبعدين تراجع، يبقى عندك ورد قديم وورد جديد. وإن شاء الله ما دام عندك الأمنية دي، إن شاء الله ربنا هيوفقك ويجعلك من أهل القرآن. إن شاء الله معادنا يوم الاثنين المقبل بإذن الله الساعة 6:30، 5، من 5 لـ 6:30 إن شاء الله. وهنبدأ من برضو من سورة المائدة، من الآية 67 إلى الآية 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.